بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام البيع انتقل إلى أحكام التوثيق، توثيق الديون، وذلك يكون بالرهن والضمان والكفالة، وعقد لكل نوع منها بابا، فقال: باب الرهن. والرهن في اللغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد. وأما في الاصطلاح فالرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعل الرهن يقوم مقام الكتابة في توثيق الدين. وأما السنة فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الرهن أو أخذ الرهون في الديون، وذلك لزيادة الاستيثاق وطمأنينة صاحب الدين. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها. يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، وذلك كسائر الأعيان التي يصح بيعها. والذي يصح بيعه هو كما سبق في أول كتاب البيوع، كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به نفعا مباحا من غير حاجة فإنه يصح بيعه، وذلك كسائر السلع والحيوانات والعقارات والبيوت والدواب والسيارات غير ذلك مما يصح بيعه. أما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، وذلك كالأشياء المحرمة والأشياء التي لا نفع فيها. هذا هو الضابط، أن ما يصح بيعه صح رهنه، وذلك لأن الغرض من الرهن أن يباع عند حلول الدين ويستوفى من ثمنه،
فما لا يصح بيعه لا يتأتى فيه هذا الغرض. نعم. قال حتى المكاتب. حتى العبد المكاتب، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على مال يؤديه إليه ثم يعتق، فهو اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه إليه على أقساط ثم يعتق، هذا هو المكاتب، كما قال الله تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمكاتب يصح رهنه لأنه قن ما بقي عليه درهم، فيصح بيعه ما دام عليه درهم من الكتابة. أما إذا وفى الدين كاملا فإنه يعتق بذلك، وما لم يوفي الدين فإنه لا يزال مملوكا، وما دام أنه مملوك فيجوز بيعه لأن الكتابة عقد جائز. نعم. قال: مع الحق وبعده بدين ثابت. نعم، يصح أخذ الرهن مع العقد، لأن يشترط في العقد أن يرهنه كذا وكذا، ويصح بعد العقد. فلو تعاقد على غير رهن ثم رهنه شيئا بعد تمام العقد جاز ذلك، لأن القصد التوثيق، وهذا يصلح في حال العقد وبعد العقد. نعم. بدين ثابت، يشترط أن يكون الرهن بدين ثابت، يخرج بذلك الدين غير الثابت فلا يؤخذ عليه رهن، لا يصح أن يؤخذ عليه رهن لأنه غير ثابت، والدين غير الثابت مثل دين الكتابة، لأن العبد قن ما بقي عليه درهم، فالدين الذي عليه ليس بثابت، عرضة للفسق. وكذلك المهر قبل الدخول فإنه غير ثابت، فلو طلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف المهر، كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالمهر قبل الدخول عرضة للفسخ، فلا يصح أخذ الرهن به. نعم. ويلزم في حق الراهن فقط، والرهن عقد لازم في حق الراهن وهو المدين، فلا يجوز له أن يتراجع ويفسخ الرهن، لأنه تعلق به حق الدائن، تعلق به حق الدائن. أما الرهن في حق الدائن فإنه جائز وليس بلازم، لأنه توثيق له وحق له، فإذا تنازل عنه فقد تنازل عن حقه وهو التوثيق. نعم. ويصح رهن المشاع؟ يصح رهن الملك الخالص للراهن، ويصح رهن المشترك إذا كان له اشتراك في عين كالأرض والدار، فيجوز أن يرهن نصيبه المشاع في هذه الدار أو في هذه الأرض أو في هذا البستان. نعم. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. نعم، ويجوز رهن المبيع على ثمنه، كما لو اشترى منه سيارة بثمن مؤجل فإنه يجوز أن يرهن السيارة على ثمنها، بمعنى أنه لا يتصرف فيها حتى يؤدي ثمنها، فإن لم يؤده فإنها عند النهاية
تباع السيارة ويسدد من قيمتها لصاحب الدين، فهذا رهن المبيع على ثمنه وعلى غيره. يعني لو اشترى شيئا بثمن مؤجل جاز أن يرهنه عند آخر، عند غير البائع، لأنه ملكه، وما دام أنه ملكه فيجوز أن يرهنه عند البائع وأن يرهنه عند غيره. نعم، يرهنه المشتري، يرهنه المشتري، نعم، المدين، يرهنه المدين، نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، كما سبق، ما لا يجوز بيعه هذا استخراج لما سبق في قوله وما يصح بيعه صح رهنه، يعني وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وقد مثلنا له بدين الكتابة وبالمهر قبل الدخول، فإنه لا مثلنا له بالمحرمات التي لا يجوز بيعها كالخمر والكلب وسائر التي لا يصح بيعها، فلا يصح رهنها لفوات الغرض من الرهن، وهو أنها تباع عند حلول الدين ويسدد من ثمنها، وما لا يصح بيعه لا يتأتى فيه هذا الغرض. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. يستثنى مما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، فيجوز لصاحبهما أن يرهنهما وإن كان لا يصح بيعهما في هذه الحال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل اشتداده، لأنهما عرضة للتلف فيذهب مال المشتري. وأما في الرهن فهذا المحذور منتفي، لأن الدين ثابت في ذمة المدين، فلو تلفت الثمرة المرهونة أو تلف الحب المرهون قبل اشتداده فإنه لا يحصل ضرر على صاحب الدين، لأن حقه ثابت في ذمة المدين. نعم. قال بدون شرط القطع. نعم، يرهن بدون شرط القطع، وإن كان أنه سبق لنا أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع إذا كانت مما ينتفع به، ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده إذا بشرط الحصاد أو الجز إذا كان ينتفع به، وأما الرهن فيصح بدون شرط القطع بل مبقا إلى صلاحه. نعم، أحسن الله إليكم. قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط. من شروط صحة الرهن القبض، بأن يكون مقبوضا عند الراهن، لأن هذا أتم في الاستيثاق، ولو بقي في يد بأن يكون مقبوضا عند المرتهن وهو صاحب الدين، ليكون ذلك أضمن للتسديد من ثمنه عند حلول الأجل، ولو كان بيد الراهن لكان عرضة لزواله ببيع أو غيره فيفوت حق المرتهن. فيشترط أن يكون الرهن مقبوضا عند المرتهن، وذلك لقوله تعالى فرهان مقبوضة، فمن شرط صحة الرهن أن يكون مقبوضا عند المرتهن ليتوثق به على دينه، ولو بقي بيد الراهن لم يأمن عليه من أنه يتصرف فيه بما يزيل الملك فيزول التوثيق. هذا وجه الاشتراط، ولكن هذا الشرط ثقيل على الناس،
لأنه يعطل مصالحهم. فلو أن الرهون كلها حبست عند المرتهن لتعطلت منافعها وتضرر الراهن. نعم. فلذلك ذهب بعض المحققين إلى أنه لا يشترط قبض الرهن، بل يجوز أن يكون بيد الراهن وينتفع به ولا يعطل مصالحه وتفوت منافعه مدة قد تكون طويلة أيضا. وأما قوله تعالى فرهان مقبوضة، قالوا هذا ليس شرطا وإنما هو من باب الغالب، ولا تتم مصالح الناس إلا ببقاء الرهون بيد الراهنين لينتفعوا بها ويستفيدوا منها. نعم. ولا تتم مصالح الناس إلا بهذا الشيء. نعم. قال واستدامته شرط. استدامة القبض عند المرتهن شرط، فلو قبضه ثم رده على الراهن بطل الرهن لفوات الشرط وهو القابض. استدامة القبض شرط حتى يحل الدين، وحينئذ إما أن يسدد وإما أن يستوفى من قيمة الرهن أو منه إذا كان من جنس الدين. نعم. وهذا الذي نقول أن فيه مشقة استدامة قبضها. نعم، في القبض أصله واستدامته فيه مشقة على الناس وتعطيل لمصالحهم، ولو طبق هذا الشرط لما رهن أحد لأنه يعطل عليهم منافع أملاكهم ويفوتها عليهم، قد يكونون محتاجين أشد الحاجة إلى الانتفاع بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. نعم. فإذا أخرج المرتهن الرهن بعد قبضه إلى الراهن باختياره زال لزومه، أي لزوم الرهن. فإن رده إليه عاد لزومه إليه، لأنه إذا أخرجه باختياره فقد أسقط حقه، فيصبح الرهن غير لازم في حق الراهن. وسبق لنا أنه لازم في حق الراهن، لكن لو أخرجه إليه المرتهن باختياره زال اللزوم وبقي الرهن جائزا. وإن رده إليه، رد الراهن الرهن إلى المرتهن، عاد لزومه، لأنه لا كما سبق لا يشترط أن يكون الرهن في وقت العقد، بل يجوز أن يلحق بعد العقد. نعم. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. يبقى الرهن موقوفا ومعطلا الانتفاع بالنسبة للراهن، يبقى معطل الانتفاع بالنسبة للراهن ومعطل الانتفاع بالنسبة للمرتهن. فإن تصرف أحدهما فيه، أي الراهن، بأن باعه أو وهبه، أو المرتهن تصرف في الرهن بما ينقل الملك، فإنه يبطل الرهن. أعيد العبارة. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. نعم، بطل تصرفه، أما الرهن فإنه لا يبطل، فيبطل تصرف الراهن في الرهن وقت ما دام مرهونا، ويبطل تصرف المرتهن في الرهن ما دام مرهونا، فكل منهما لا يتصرف فيه. فإن تصرف فتصرفه غير صحيح، لأنه تعدى على حق الآخر. إذا تصرف الراهن في الرهن بما يزيل الملك فقد تعدى على حق المرتهن، والعكس كذلك، إذا تعدى المرتهن على حق الراهن فتصرف في الرهن فإن تصرفه غير صحيح، لأنه غير مأذون له فيه من الطرف الآخر، فيبطل التصرف ويبقى الرهن بحاله رهنا كما كان. أما إذا أذن أحدهما للآخر في التصرف
جاز ذلك لأنه أسقط حقه. نعم. إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم. لا يصح من تصرفات الراهن في الرهن إلا العتق، فإذا كان الرهن عبدا فاعتقه الراهن فإن العتق ينفذ، لأن الشرع يتشوف إلى الحرية، ولأن العتق مبني على السراية، قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فإنه يقوم عليه ويعتق جميعه، أو ما هذا معنى الحديث. فالعتق من بين سائر التصرفات ينفذ في الرهن، لأنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن الشرع يتشوف إلى الحرية، ولأن العتق مبني على السراية. ولذلك إذا أعتق شركا له في عبد سرى عتقه على حصص الآخرين ويدفع لهم القيمة، فإذا اعتق الرهن فإنه يعتق، ولكن تؤخذ قيمته، قيمة العبد رهنا مكانه، تؤخذ من المعتق وهو الراهن، وتجعل رهنا مكان العتيق ضمانا لحق المرتهن. نعم. قال فإنه يصح مع الإثم. نعم، ويأثم، يعني يصح ويكون هناك أمران. الأمر الأول أن المعتق يأثم لأنه تعدى على حق المرتهن، وثانيا لا بد من أخذ القيمة منه لأجل توثيق حق المرتهن. نعم. ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه ملحق به. إذا نما الرهن يعني حصلت منه زيادة، سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم الصنعة، أو كانت منفصلة كالكسب بأن اكتسب العبد، أو أجرت السيارة، أو أجرت الدار حصل منها غلة، أو الثمرة الشجرة المرهونة أثمرت صار لها ثمر، فإن غلة الرهن تلحق بالراهن تبع للأصل، فتكون رهنا معه، تكون رهنا معه، وتكون وثيقة معه في الدين. نعم. ومؤونته على الراهن. نعم. ونماء الرهن. ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه ملحق به. عرش الجناية عليه لو كان الرهن عبدا أو دابة فاعتدى عليها معتد بجراحة أو شيء مما ينقص من عينها، فإنه يؤخذ منه أرش الجناية، يؤخذ من المعتدي أرش الجناية، ويجعل هذا الأرش يجعل رهنا معها، لأنه بمثابة أو مشبه للكسب، فيكون رهنا مع العين المجني عليها، لأنه في مقابل ما نقص منها. نعم. ومؤونته على الراهن. مؤونة الرهن على الراهن، إذا احتاجت الدابة إلى علف وسقي ومأوى، أو احتاجت البضائع المرهونة إلى مخزن، أو احتاجت إلى حارس يستأجر لحراستها، فإن ذلك كله يكون على الراهن، لأنه يتعلق بملكه، فيكون على الراهن. نعم. إذن العبارة ومؤونته على الراهن وكفنه وأجره. وكفنه لو مات، يعني كفن العبد المرهون لو مات، ومؤونة تجهيزه أيضا على الراهن لأنها تتعلق بملكه. هنا قالوا وأجرة مخزنه. نعم، إذا احتاج إلى تخزين، قلنا السلع إذا احتاجت إلى مخزن فإن أجرة والمخزن لا يكون إلا بأجرة، فإن الأجرة تكون على الراهن لأن هذا يتعلق بملكه لا على المرتهن.
نعم. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. هذا بناء على أنه يشترط في الرهن أن يكون مقبوضا عند المرتهن، فيكون أمانة بيده، لو تلف من غير تعد منه فإنه لا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة والأمين لا يضمن. فلو تلف الرهن عنده من غير تعد منه ولا تفريط، كما لو احترق أو سرق أو أصابته آفة سماوية، فإنه يتلف على الراهن وليس على المرتهن شيء، لأنه غير متعد. أما إذا تعدى في الرهن وكان ما أصاب الرهن من التلف أو النقص بسبب تعدي المرتهن فإنه يضمن لتعديه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.